5 متر مر 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 The tube is equipped with a with an electric resistance heater that uniform heating throughout the surface of the tube. The surface تبع <tuba> uniform heating يعني نفس الهيتنج الموجود على كل سطح البايب هذه لاحظوا ان المره الماضيه كنا قلنا انه في تي اس ثابته عند سطح البايب اما هذه المره لا فيه هيت flux ثابت على سطح البايب the outer surface of the tube heater is the outer surface of the heater is well insulated so that In steady operation, all the heat generated in the heater is transferred to the water in the tube. معناها بعد ما حطينا الهيتر هنا، بعدين غطينا عليه بإيش؟ غطينا عليه بمادة عازلة تمنع الحرارة إنها إيش؟ تطلع برا. كل الحرارة اللي جاية عن طريق الهيتر تدخل للـwater الموجودين. كل الحرارة الموجودة في الهيتر. تدخل الوطا تسخن من الـ 15 إلى 65. If the system is to be hot water at a rate of 10 liters per minute, الـ volume flow rate هنا في دوت هنا عندنا يساوي 10 liters liter per minute. Determine the power rating of the resistance heater. resistance heater هذا، إيش الـ power تبعه؟ Estimate the inner surface temperature of the pipe at the exit. هنا ال inner عند ال exit TS تساوي كم؟ نعرف الـ T -exit لكن هنا الـ TS كم؟ أولا بدنا ناخذ عندنا ال 15 و 65 عند اللي هو الوتر عندنا هنا ناخذ البلك من تمبريتشر نطلعها كم 40 نروح للتيبل A9 نطلع منه كل هذه البروبرتيز عند كام عند 40 التيبل A9 البروبرتيز اوف ساتشوريتد ووتر عند ال40 عند ال40 هنا طلع منها كل اللي بدك اياه ودك الدنسيتي لانه عندي ليكويد ودك الانثالبي او سبيسيفيك هيت او الثيرمال كوندكتيفيتي او البرانتل مثلا او الدايناميك فيسكوزيتي كله موجود عندك هنا. the cross-sectional and heat transfer surface area are cross-sectional موجود عندنا هنا هو واحد على أربعة باي دي سكوير دايمتر. سيرفيس area مضروب في ال ال اللي هو طول البايب إذاً هذه surface area. the volume flow rate of the water is given flow rate. فقط حوله لل حوله. المتر كيوبيك اذا صارت الماس فلو ريت هي الماس الفوليوم فلو ريت اضربه في الدنسيتي يعطيني ايش الماس فلو ريت هي 0.1654 كيلوغرام بير سكند هذا هو الماس فلو ريت اللي يدخل به الوتر هنا هذا البايب to heat the water at this mass flow rate هذه الماس فلو ريت to heat from 15 to 65 heat must be supplied to the water at a rate of نحسب ال rate في transfer m dots عند نحسب من شوي cp p طلع جدول t عند ال exit و t عند ال inlet إذا نجمع أربعة وثلاثين فاصلة ستة كيلووات إذا all of this energy must come from the resistance heater هذه الانرجي من وين جايه للووتر علشان يسخن من 15 الى 65 طبعا جايته من عند الهيتر الهيتر معزول قلنا من برا وبالتالي كل الهيت اللي فيه تدخل للووتر The power rating of the heater must be 35 34.6 كيلو هذه هي الباور ريتنج تبع الهيتر الالكتريك هيتر اللي حاطينه. هنا The surface temperature هلا نجيبها of the tube at any location can be determined from. هلا بدنا نشوف عند ال exit الـ heat flux نعرف انها تساوي HTS minus TM TM بدنا نشوفها هنا اذا نطلع TS اجينا TM plus QS على H ايش هو هذه ال heat flux تساوي Q dot اللي جايه من الهيتر مقسمه على السيرفس اريا تبع هذه البايب اذا هذه هي الهيت فلكس اذا عرفنا هذه هذه معروفه اذا ايش ناقص علينا الاتش علشان نعرف الاتش اولا لازم نعرف اللي يعني الفلويد فلو اللي عندنا اللي هو لامينار ام تربلنت فبالتالي لازم نحسب الرينولز اذا لازم نحسب اولا الفيلوستي تبع هذا الفلويد المين فيلوستي المين فيلوستي نحن نعرف الفوليوم فلو نقسمه على الكروس سكشن اريا يعطينا الفيلوستي عارفين الدايمتر تبع الهيدروليك دايمتر اللي هو, هو 0.03 متر نقسم على نيو اذا يعطينا رينولد 10760 هذا اكبر من ايش هذا اكبر من 10000 ما دام اكبر من 10000 فـ the flow is turbulent and the entry length is, ال entry length عشرة من إيش؟ من الـدياميتر، لاحظ عشرة من الـدياميتر يساوي صفر فاصلة ثلاثة متر، which is بهذي القيمة much shorter than the total length of the pipe، The total length of the pipe خمسة متر، أما الـentry length فهو فقط. 0.3 متر. Therefore, we can assume that fully developed turbulent flow in the entire pipe and determine the Nusselt number. يعني نحن هلا عندنا fully developed. إذا نقدر نجيب Nusselt number نساوي 0.23 لنردس برانتل. خلي بالك هنا. هنا هذه أصلا نحط لها ال N. لكن الأن N هذه لما تكون تساوي لما يكون عندنا الهيتينج تكون تساوي 0.4. كيف الهيتينج نحن هنا الوتر اللي عندنا مش قاعدين نسخنه نسخنوا البايب الـ الـ هذا من برا فهنا اللي يحصل عندنا هو ان قاعدين نسوي هيتينج اذا الان هنا تساوي 0.4 يعطينا النيسلت نمبر 69 اذا صرنا قاعدين نطلع ايش الاتش الاتش الكي ثيرمال كوندكتيفيتي طلعناها من جدول نسالت حسبناها من شويه دي اللي هي الدايمتر تبع التيوب إذا ال H تساوي 1462 The surface temperature اللي كنا ن... يعني مطلوبة منا at the exit became TS هنا at the exit، لاحظ هنا TM قلنا عند أي نقطة لكن نحن طالبينها عند الـExit الـ exit، كم؟ مطلوبة منا عند الـExit الـ exit، هي 65 إذا ال حسبناها والـH H حسبناها من شوية، إذا ال T سيرفيس حتكون 115 ديجري سيرسيس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته